المختص في الشؤون الإسرائيلية أستاذ شكيب شنان. إذا بداية سيد شكيب، كيف تقرأ هذا اللقاء ولماذا الآن بالتحديد مع لبيد؟ لا نقول بشكل لا يخضع للجدل، المهم في هذا اللقاء هو مجرد الإعلان عنه وإقامته، التواصل الإسرائيلي الفلسطيني، يعني تواصل حكومة أورشليم القدس مع حكومة رام الله دائم كل الوقت في كل، يعني بشكل دائم 24 ساعة 365 يوم في هنالك تواصل وشراكة. اللقاءات بعد قيام هذه الحكومة الجديدة، حكومة التغيير في إسرائيل، هنالك نسمات جديدة تهب في العلاقة بين رام الله وأورشليم القدس، ويتمخض ذلك عن نتائج اللقاءات التي كانت مع غانس والتغييرات والتسهيلات التي أعطاها غانس للفلسطينيين في الضفة الغربية. أما اللقاء بين وزير الخارجية والوزير المسؤول عن العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حسين الشيخ، هي يعني لقاء على مستوى عالي جدا، فنحن نعلم أن حسين الشيخ أقرب المقربين للرئيس أبو مازن، ونحن نعلم أن من يجذب خيوط اللعبة في حكومة إسرائيل هو يائير لبيد. وإضافة لذلك نحن نعلم أيضا أن رغم موافقة أو معرفة رئيس الحكومة نفتالي بنت أنه لن تكون هنالك أي تحرك سياسي في ظل هذه الحكومة. يعني ما هي الفائدة؟ يعني دائما ما يقول أو يعني تقول التصريحات أن بينيت كان على علم وعلى موافقة طبعا بمثل هذه اللقاءات، لكنه لا يشارك فيها في نهاية الأمر. هل هو يعني نوع من اللعبة السياسية، وكانه يعني أنا أريد أن يكون هناك علاقة مع الفلسطينيين ولكن ليس مني، لا أريد أن أكون بالواجهة؟ نحن نعلم أن كان قبل ما يزيد على 7 أو 8 أشهر قبل إقامة هذه الحكومة كان هناك سباق بين نتنياهو وبينيت، من أكثر تطرفا يمينا، من هو اليميني أكثر، من هو الذي يريد أن يدافع عن المستوطنين أكثر، ومن ومن ومن. وفجأة نفسه نفتالي بنت الذي كان يجهر بكل المواقف التي سبق أن ذكرتها يسمح بوجود لقاءات مع فلسطينيين. وطبيعي أي رئيس حكومي في إسرائيل لا يستطيع ولا بأي شكل، حتى يأخذ يعني أكثر يهودي متطرف إيتمر بن غفير، يعني إذا بكرة بيصير رئيس حكومي في إسرائيل لن يكون لديه مفر من تنسيق الوجود، لأنه في ناس اسمهم الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني والوزراء الفلسطينيين موجودين شاء من شاء وأبى من أبى، وحياتهم مستمرة، والتنسيق فيما بينهم وبين دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل أمر واقع لا يستطيع أحد أن يتخلى عنه. هناك يعني من يقول، أصوات فلسطينية تقول أن مثل هذه اللقاءات لغانس ولابيد تأتي يعني لأغراض شخصية انتخابية سياسية. نحن نعلم أن يعني المركز يسار في إسرائيل يعني يريد أن تكون هناك علاقة مع السلطة الفلسطينية، كيف تقرأ مثل هذه التصريحات؟ هل فعلا هذا هو الدافع؟ لا، أنا لا أنزل إلى مثل هذا المستوى من، يعني إذا بدنا نعالج الأمور بالمنطق فيش ولا أي فائدة سياسية تعود لا يعني غانس ولا بيد قد يتنافسا فيما بينهما فيما بعد على أصوات المركز واليسار، ولكن هذا لا يزيد من أصوات من الأصوات للمعسكر. يعني في نهاية المطاف الانقسام الموجود في إسرائيل لا يتغير نتيجة لهذه اللقاءات. 61-59 موجود، ويجب أن نذكر دائما أن 61 الموجود اليوم يتم فقط نتيجة وجود أصوات من اليمين انضمت إلى معسكر المركز واليسار. شكرا لك سيد شكيب شنان على تواجدك معنا في هذه المداخلة.